ما شاء الله تبارك الرحمن، سيول وبرد شمال بجدة ما شاء الله. شوفوا كيف السيل يقص النفوت، لا إله إلا الله. اليوم 29 أكتوبر، تصوير مصلحة الحربي، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا الربع شاهدوا، شاهدوا الجمال ما شاء الله تبارك الله. اليوم الأحد 14/4/1445 شمال بجدة. شوفوا الشلال، شوفوا البرد، لا إله إلا الله. تصوير صالح حنيني. ما شاء الله تبارك الله. اليوم الأحد 14/4/1445. ما شاء الله تبارك الله. هذا جنوب الجليد. شروق غزيرة ما شاء الله. الخط اليمين مقفل. شوف اللي بين السيدين. ما شاء الله تبارك الله. الأحد 14/4/1445. هذا جنوب القليبة. سيول، سيول غزيرة ما شاء الله. اليمين هذا مقفل. شوف اللي بين السيدين. لا إله إلا الله. والسحب ما شاء الله جاهز.